مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. مستمرين معاك وحلقة الأهلي ليلة النهاردة المليئة بالعديد من الفقرات الهامة. طبعا الفقرة الأولى كانت من خلال زميلي العزيز أستاذ محمد الجندي، وأكيد كانت فقرة مميزة، وخصوصا أنه استضاف أحد النقاد الرياضيين الكبار وهو أستاذ عصام شلتوت، وكانت فقرة حوارية مميزة. دلوقتي معنا فقرة أخرى غاية في الأهمية، وهي الحديث عن مستوى حراسة المرمى في مصر بشكل عام، وخصوصا ان احنا معانا شيخ مدربي حراس المرمى في مصر كابتن فكري صالح. منورنا ومشرفنا في استوديو كابتن فكري، اخبارك ايه؟ اهلا كابتن امير. اولا شرف عظيم ليا ان انا اكون اول مره على قناه قلعه الاهلي العظيمه اللي انا دايما بفتخر اول مره في قناه الاهلي اول مره فده فعلا شرف عظيم ليا ان اكون امام حضرتك، وان اكون في قناه النادي الاهلي العظيمه، او النادي الاهلي العظيم اللي انا بكن له كل حب واحترام. الشرف فينا كابتن. طبعا وانت احد كبار حراس المرمى في مصر، بالتحديد كبار مدربي حراس المرمى في مصر، فاكيد منورنا ومشرفنا. وخليني ابتدي معاك من الاخر، من 3 4 ايام كده حضرتك خلاص يعني سبت المهمه بتدريب حراسه المرمى في نادي وادي دجله، وقدمت اعتذار مش متواجد. حضرتك كابتن كمان علي ابو جريش طبعا نجمي الكبير والمشرف العام على الكره السابق في نادي وادي دجله، الاسباب ايه؟ والله هو دايما الواحد بيقول قدر الله وما شاء فعل، ودايما والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. احنا كنا في منظومه قديره جدا، ولكن لظروف معينة أنا اسمح لي أن أنا يعني بحترم أنها ما تقبش على العلم. إحنا سيبنا المنظومة يوم الأربع اللي فات، سواء أنا أو كابتن علي أبو جريشة أو كابتن عصمت قينون. وطبعا ظروف خاصة ببعض مثلا الأزمات أو المشاكل مع جهاز الفني ولا مع إدارة النادي؟ هي ظروف خاصة لينا. نحن نأمل دائما. اصل الثلاثي مش تبقى ظروف خاصه للثلاثي، هي هي يعني هي في هي اسباب كده يعني. هي كده كابتن امير. واحنا نتمنى لمنظومه وادي دجله المحترمه جدا انها دايما نشوفها في احسن حال. ده اللي احنا بنتمناه، سواء انا او كابتن علي ابو جريشه او كابتن عصمت قينون، لان احنا كان لنا فتره طويله في هذه المنظومه بالظبط، والحمد لله. هي مفاجأة بصراحة يعني، والحمد لله ان كل واحد مننا ادى اللي عليه تماما، وكان بيساهم ولو بجزء بسيط ان هذه المنظومة دايما تبقى في دايما في العالي. ولكن احنا بنتمنى لهم، بنتمنى لنادي وادي دجلة ان احنا نشوفه دايما عظيم. طيب بما اننا بنتكلم على وادي دجلة، وبما ان حضرتك معانا، طيب كطبعا مدرب حراس مرمى الفريق السابق، فاكيد لازم نبارك لك على مستوى محمد عبد المنصف اللي بيأدي موسم اكثر من رائع، رغم النتائج ممكن ما تكونش في صالح الفريق شويه بسبب اسلوب اللعب الرائع بصراحه اللي بيلعبه مستر تاكيس المدير الفني اليوناني لفريق وادي دجله. اكيد مجهود كبير جدا حضرتك بذلته مع عبد المنصف الموسم ده. انا هقول لك سر من الاسرار. يوم ما جه هو سمعني دلوقتي عبد المنصف، كلمني في التليفون قال لي انا جاي امضي بكره، مش هتيجي؟ قلت له لا مش جاي. قال لي ليه؟ قلت له لو هتيجي تمضي عشان تبقى زي ما كنت في ام بي. لا انا مش هاجي، تعال امضي وخلاص. لان دي اجراءات تعاقد مع نادي فكر فيك. انا قلت الكلام ده، ولكن لو انت جواك عايز شيء اكرره زي تجربه عصام الحضري، وخاصه ان انت اصغر في السن بالظبط، وخاصة ان انت عندك برضو نفس الهاند باج بتاعت الخبرات، يبقى انا عجيلك بكرة وابقى موجود في التعاقد. انما لو مش كده يبقى اتعاقد وهنشتغل. لقال لي يا كابتن انا من ايدك دي لايدك. وفعلا رحت واتفقنا على برنامج معين ان احنا نخس برضو 8 كيلو. تمام. ودي حاجة علمية لها اشياء معينة. قياسات وحسابات. وبدأ فعلا عملية نظام التخسيس بتاعه. حتى احنا كان عندنا 45 يوم اجازة، كان هو بيشتغل يوميا في الجيم. يوميا. في نادي الجزيرة. وبيبعت لي الصور، وفي ايام بروح اتفرج عليه. في الاخر كانت المحصلة اني بمجرد ما منصف بدأ الدوري لو نفتكر كان بشكل مختلف خالص. فعلا. عن إيه؟ فعلا. وكان الهدف بتاعنا برضو منتخب مصر. لاني بما اني عصام هو يظل احد المرشحين لانضمام المنتخب. لا ما انا بحكي لك يعني. فكان هو ده الهدف اللي بنشتغل عليه. والهدف اللي هو لغايه اللحظه دي ابني منصف شغال عليه. يمكن ما كملناش ال 8 كيلو،
يوصل كام كيلو؟ هو نزل 5، هو لو نزل الثلاثة دي كمان هتفرق كتير، عشان لو سمعني دلوقتي يبقى عليه انه هو ينزل الثلاثة كيلو. تمام. فدي تجربة منصف، وهي تجربة لأي واحد. أي حد بالتحدي والإصرار والإرادة يقدر يوصل للي هو عايزه. أكيد طبعا. يعني عصام حضري 46 سنة منصف، 41 أعتقد، 41 سنة. أي حارس مرمى، نادر السيد، نادر في وقت من الأوقات، نادر السيد كان جاي يعتذر عن المنتخب قبل بوركينا فاسو، بيعتذر لاني انا ضميته، يعني ضميت عصام الحضري ونادر السيد واحمد صابر بيعتذر بيعتذر على المنتخب. ليه؟ لانه كان لعب مع الزمالك ماتش الكروم، والكروم كسب الزمالك 5-1. تمام. وكانت اربعه، وكانت الاربع اهداف يعتبر من نادر السيد لنادر. فجاء نادر يعتذر، خدت الاعتذار بتاعه ده ان يبقى باور جديد، وازاي انت جاي تعتذر، والكلام ده قبل بوركينا فاسو بثلاث اسابيع. وصلت ان كان احد نجوم البطوله بصراحه، نجوم البطوله وياخد احسن حارس مرمى بالظبط، ويبتدي الاحتراف. معنى كده ان ده درس لاي مدرب بيسمعني، ان انت ممكن بالتحدي والاصرار والاراده مع الجانب السيكولوجي، المفاتيح بتاعتك مع الحارس، تقدر تعمل الشيء المستحيل. انا هحكي لك حاجه بسيطه عشان الناس تتعلم. اخواتي وحبايبي وابنائي المدربين، فجاي يعتذر على المنتخب، قلت له لا، قال لي طب كابتن، قلت له لا، بس انت هتلعب افريقيا وهتبقى احسن حارس مرمى. هو عايز يبص لي يقول لي ده انا مغلوب 4 والاهداف مني بسببي. فمش قادر يقول. قال لي طب يا كابتن انا مش عايز اتمرن، كان عندنا يعني معسكر وجاي يعتذر. قلت له طب انت انزل التمرين ولف حوالين الملعب لفتين واخرج باذن مني، لان ما ينفعش يا نادر ان انا ما انزلكش وانت عارف اول يوم الصحفيين بيهم. بالظبط. انا عملت تمرينه نادر وهو بيلف، لقيته جاي في ودني تاني لفه، كابتن ممكن اخش التمرين؟ دخل التمرين، لقيت الكابتن جوهري العظيم جنرال محمود الجوهري بعد التمرين، قال لي انت عملت ايه؟ طلع نادر السيد احسن جون في التدريب اللي حصل يوميا. خرجته من حاله الاحباط اللي هو كان فيها، حاله الاحباط بطريقه وصلته ان هو يطلب انه ينزل التمرين وينافس، ويبقى المنظر بتاعه في الاخر احسن حارس مرمى. تعامل نفسي اكيد اكثر من رائع من قبل حضرتك، يعني مع اكيد كابتن نادر السيد هو احد الحراس الكبار في تاريخ الكره المصريه بشكل عام. لكن بما اننا لسه بنتكلم على وادي دجله، وحضرتك كنت اعضاء الجهاز الفني في فريق وادي دجله، هل انت راضي على مسيره الفريق هذا الموسم حتى الان؟ والله بصراحه هو في، عشان نبقى عارفين، في سيستم معين اتغير. يعني احنا كنا قبل كده وصلنا ان احنا كنا بننافس في المربع الذهبي والرابع والخامس. بالظبط. لان دايما اداره النادي بتبقى حاطه خطه معينه بيمشي عليها كل الناس. الخطه الحاليه اللي هي بيفكر فيها مستر ماجد سامي او اداره وادي دجله ان احنا الاستعانه بالشباب الموجودين، بحيث ان ما يهمناش حته المربع الذهبي، ولكن نبقى موجودين وبشكل مميز. بلا شك ان كل الناس عارفه ان وادي دجله بيلعب كوره كويسه دلوقتي. بالظبط، دي حقيقه. ولكن في فترات النتائج ما كانتش على المستوى، ولكن بدات تتحسن. فمعنى كده ان ممكن الراوند الثاني يبقى فيه هذا التحسن، ونبص نلاقي المحصله في الاخر ان انت طلع لك اكتر من لاعب، زي مثلا محمد محمود اما دخل منتخب مصر لاعب مميز، وهو لاعب مميز جديد، يعني ممكن يبقى فيه اكتر من واحد خلال الفتره القادمه. فانا شايف ان مفيش قلق. حضرتك مع انهي سياسه؟ السياسه السابقه بالمنافسه على المربع الذهبي في بطوله الدوري، ولا السياسه الحاليه بتصعيد بعض الناشئين واكتشاف بعض العناصر الجيده في الدوري المصري من خلال فريق وادي دجله؟ لا، انا كراجل عسكري كحياتي، يعني انا بمشي حسب الاوامر اللي بيجيلي. انا بيجيلي مهمه، المهمه دي كذا، فبتدي. لكن وجهه نظر حضرتك برضو اكيد. لا، هو وجهه نظري طبعا، لان الاثنين كل واحده لهم زي ما بيقولوا الايجابيات بتاعتها السلبيات. والسلبيات بتاعتها. طبعا الجزء الاولاني بيكلف فلوس كتيره جدا، اللي هو انك جزء انك لازم تنافس، وخاصه انك نادي مش جماهير، وفي نفس الوقت فريق وادي دجله عنده امكانيات كبيره في الناحيه الماديه. اما تيجي الناحيه الثانيه، اما يبقى عندك اجيال صغيره
لان ده بيبقى السلبيات بيبقى على حساب الاجيال الصغيره. يعني عايز اقول لو انت عندك لعيبه كبيره كان عمر محمد محمود ما هيصل بالظبط، ولكن لما انت بالجزء الجديد اللي انت بتشتغل بيه او بالاراده النادي اللي انت او المهمه اللي جات لك وانت بتشتغل بيها اكيد لها برضو ايجابياتها، ان ممكن تطلع الشباب اسماء ما كانتش ممكن تبقى موجوده مع الفرز الاول او اسماء النجوم الموجوده. فدي لها يعني ايجابيات ودي لها ايجابيات. انهي الايجابيات اكتر؟ لا انا شايف الايجابيات اكتر طبعا الفتره الاولى، لان انت كنت بتنافس مع الكبار، بتكسب بتتعادل مع الزمالك وتكسبه، وبتكسب النادي الاهلي وتتعادل معاه، وبتكسب الاسماعيلي، الاسم بيكبر جامد جدا، ولكن هي مكلفه. فطبعا انا شخصيا كرايي كفكر صالح لا، مع اسلوب لعب مستر تاكس بالنسبه لفريق وادي دجله ولا ضد اسلوب اللعب ده؟ لا هو بيلعب هي الكره الحديثه دلوقتي حارس المرمى. خلي بالك انا بقالي سنه بقول حارس المرمى لاعب قبل ما يكون حارس مرمى، لازم يكون عنده فوت ورك كويس. انا حتى مع الاكاديميات اللي موجوده، لان انا في اخر فترتي كنت مشرف عام على كل الاكاديميات وعلى حتى القطاع النشاط، فكنت خليت كل الاكاديميات تشتغل على حته ان حارس المرمى مش حارس مرمى، لاعب في المقام الاول ثم حارس مرمى، لدرجه ان انا كنت عامل يوم حراس المرمى دي تخش كلاعيبه جوه الفرقه وليس كحراس مرمى. فالراجل بيلعب الكوره النهارده، شايفين احسن واحد في العالم بيعملها نوير. نوير طبعا طبعا نوير النهارده منصف نفس القصه. اليسون كمان، اليسون في ليفربول بيلعب رجليه كويس، ايدرسون في مانشستر. لا انا بقول كاحسن واحد هو نوير. نوير النهارده منصف انا بعتبره هو احسن واحد، بيديها بشكل جيد جدا فيها الدقه، انك بتبدا هجمه صح من ورا لقدام. احنا شايفين ان الطريقه بتاعت الراجل اولا سهله جدا، خليك تلعب كره تستمتع بيها، وفي نفس الوقت بتوصل في اي وقت لمنطقه الهدف الخصم بكل اريحيه، مفيش عمليه بقى تعليق كوره والكلام اللي انت شايفه. فانا شخصيا الاسلوب الراجل بيمتعني. صحيح النتائج ما كانتش موجوده في فتره، ولكن النتائج هتيجي مع الاسلوب يعني. انا مع الاسلوب اللي موجود، وهو مدرب من المدربين كويس، مدرب كويس بصراحه، وحاجه تحسب لاداره نادي وادي دجله ان هم حافظوا على المدرب، خصوصا مع بدايه الموسم كانت النتائج غير جيده على الاطلاق بالنسبه لفريق وادي دجله. البعض توقع ان هيتم تغيير الجهاز الفني، لكن الاداره فضلت متمسكه بمستر تاكيس، والنتائج بيحصدوها دلوقتي اكيد، لان الاداره في وادي دجله اداره محترفه وبتفكر دايما باحتراف وبتفكر خارج الصندوق، واظن ان اي نادي تاني بالنتائج اللي كانت موجوده كان لازم هيمشي الجهاز زي ما حصل في انديه كتير. ولكن اقتناع الاداره ان او شايفين الشغل اللي بيتم يوميا، فبناء عليه عمليه الصبر دي بدات تدي النتائج بتاعتي، فدي تتحسب لاداره نادي دجله. كنت متواجد في جهاز مستر باتريس كارتيرون في وادي دجله؟ طبعا. اسباب نجاحه مع فريق وادي دجله وعدم نجاحه مع النادي الاهلي من وجهه نظر، كنت احد المقربين اكيد لمستر باتريس كارتيرون في الجهاز الفني لفريق وادي دجله في هذا التوقيت. للامانه يا كابتن ابو كباتن، هذا المدرب ودي شهاده حق امام الله، من افضل المدربين اللي انا اشتغلت معه. طبعا هو مدرب مميز بصراحه، ما كانش مميز وكانش هيتولى تدريب النادي الاهلي يعني. لانه اولا عنده العامل النفسي مهم جدا، والراجل بيفهم كل صغيره وكبيره، وانا فعلا سجمت معاه جدا جدا، لان كان بمجرد ما بتكلم هو قاريني وانا قاريه. فوالله يا كابتن امير هو جه في وقت النادي الاهلي، يعني انا لما جه هنا قلت هيعمل حاجات عظيمه جدا، وخلي بالك هو عمل. يعني ما وصل النادي الاهلي كان النادي الاهلي ما عندوش الا بونت واحد في افريقيا. دي حقيقه فعلا فعلا، قدر ان هو يتصدر المجموعه بعد ما تصدر المجموعه. مش هنتكلم على اخر مباراه، لاني اما انا عارف ان عدد مصابين في النادي الاهلي 8 لعيبه، دي يعني كتير جدا، والظروف المحيطه ما ساعدتوش، انما هو من المدربين، دي شهاده حق امام الله
اللي أنا بعتز بيهم جدا. الظروف ساعدته أكتر فريدي ديكلر؟ عدم وجود اصابات، تواجد عدد كبير من اللاعبين جاهزين، ده ممكن يخلاه ان هو يعني يشتغل بالفكر اللي هو عايز يشتغل بيه. لا هو كان ما شاء الله عليه قدر لما جه قرب من اللعيبه وعرف امكانيات كل لعيب، وقدر انت يعني حتى كان بيلعب ساعات ماتشات بيغير طريقه اللعب بناء على نتيجه المباراه. يعني لدرجه ان في وقت من الاوقات يروح طالب اخر ربع ساعه تعليق الكوره بس، يعني اي واحد يمسك كوره يعلقها. يعني ما شاء الله كان بيقرا كويس جدا سواء الخصم اللي قدامه او المجموعه اللعيبه اللي معاه، يقدر تنفذ او يقدر يعمل ايه ان هم ينفذوا الطريقه اللي هو عايزها. فدي من الحاجات اللي انا عجبتني في الراجل، انه عنده اكتر من طريقه كان بيشتغل بيها في الملعب وبيستعملها. كان بيقرا الماتشات كويس قوي، بيقرا الخصم. الظروف ساعدته لان عندنا اداره ثابته ويشتغل، محدش تدخل خالص. برضه ما عندناش جماهير فمفيش ضغط عصبي بالظبط، فقدر يعمل. يعني احنا وصلنا معاه كان عصام الحضري 18 مباراه كلين شيت، وكان شريف اكرامي 18 كلين شيت النادي الاهلي في السنه بتاعت كارترو معانا في وادي دجله. فده يوريك مع الفرق بين النادي الاهلي العظيم ونادي وادي دجله، لما يبقى يتساووا الجونين هنا وهنا يبقى تقدر تعرف ان لا وراهم مدرب محترف. طيب عشان اغلق ملف فريق وادي دجله، تتوقع ان هم ينهوا بطوله الدوري السنه دي في انهي مركز، او هل في وسط الجدول في المقدمه ممكن ان هم يعني يفوقوا خلال المرحله الجايه، نتائج تتحسن بشكل اكبر فيصعدوا لمراكز متقدمه، ولا ممكن يكون المنافسه على البقاء بالنسبه لفريق وادي دجله في بطوله الدوري؟ لا الهدف ان هو يبقى مش المربع الذهبي، ولكن يبقى بعد المربع الذهبي على طول، ويبقى في كوره حقيقيه بتتلعب، استمتاع بكره حقيقيه، يتقال ان نادي وادي دجله بيلعب كره حقيقيه. وده اللي تحقق دلوقتي. ناقص يتحقق ايه؟ حته الابناط عشان النادي يصلح، يبعد عن حته الهبوط او مش الهبوط، ويبقى في بعد المربع الذهبي يقدر ينافس، وده اللي انا منتظره. طيب السمات الشخصيه والفنية لمحمد محمود لاعب وادي دجلة الحالي ولاعب النادي الأهلي الجديد من أول يناير إن شاء الله، رأيك في هذا اللاعب وإيه اللي بيميز محمد محمود واللي أدى إلى انضمامه للنادي الأهلي؟ أولا لأني عاشرت محمد محمود فترة طويلة، وحتى وهو مش معروف، ولد عنده الصفات الشخصية اللي ممكن تخليه لاعب كبير. تمام. زي ما أنا عاشرت محمد صلاح العظيم دلوقتي طبعا في فترة طويلة مع الكابتن هاني رمزي كمنتخب أولمبي، أو قبل المنتخب الأولمبي كمان كان عنده نفس الصفات اللي موجودة عند محمد محمود، ودي اللي ساعدت أن محمد صلاح، يعني صفات متشابهة ما بينهم، متشابهة كتير. سواء في زي إيه الصفات دي؟ يعني في واحد تقدر تديله معلومة بياخد فترة طويلة عبال ما يستوعب، تمام، في واحد سريع أنه ياخد المعلومة، الاتنين عندهم الحتة دي، ان هي سرعه استيعاب المطلوب منه من الناحيه الفنيه. تمام. اتنين الالتزام خارج الملعب، ودي مهمه جدا. ياما لعيبه سواء في الاهلي او الزمالك كانت نجوم كبيره جدا، مهارات عاليه جدا، ولكن للاسف عدم الالتزام الخارجي اثر على الاداء بتاعها. طبعا. وحتى في الاجوان عندنا اسماء كبيره ربنا اداهم الموهبه الكامله، وللاسف حته عدم الالتزام الخارجي وصل الحته دي. تتوقع نجاح محمد محمود مع الاهلي ان شاء الله؟ هتوقع له هيبقى نجم نجوم النادي الاهلي. نجم نجوم النادي الاهلي. نجم نجوم النادي الاهلي. ان شاء الله. وانا برفع القبعه للنادي الاهلي ان اللي نقى محمد محمود عرف يختار، لان النادي الاهلي العظيم عايز مش لعيب كويس وبس، عايز لعيب ذو صفات خاصه. شخصيه قويه. النادي الاهلي له صفات خاصه، نادي الحب والوفاء والاخلاص، وده الشعار اللي انا حتى بشتغل بيه مع الحراس. فاي حد اللي هي روح الفانيلا، روح الفانيلا اللي الناس بتقول روح الفانيلا ومش فاهم روح الفانيلا، انا ممكن يعني مع احترامي للنادي العظيم انا هقولها، روح الفانيلا في النادي الاهلي هي عباره عن الحب والوفاء والاخلاص، سواء للجمهور،
سواء للإدارة، سواء للاعبين، سواء لكل ما يمس القلعة الحمراء. فالولد ده عنده الحتة دي، عنده السمات دي. فاللي اختار محمد محمود أنا برفع له القبعة، أودي له التحية العسكرية، لأنه اختار شخصية تقدر تدي النادي الأهلي وتقدر يستفيد منه مستقبلا. طبعا ده بعد مشيئة الله وتوفيق الله. إن شاء الله أكيد نتمنى لمحمد محمود وكل زملائه سواء اللاعبين الحاليين أو الجدد إن شاء الله هينضموا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إن هم يكونوا موفقين بشكل كبير جدا ويقودوا النادي الأهلي نحو المزيد من الانتصارات وعودة البطولات وبتحديد بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح لملف آخر وهو حراسة المرمى في مصر. هل ترى إن في أزمة حالية في حراسة المرمى في مصر؟ لا لا. مفيش أزمة. لا مفيش أزمة. الأزمة إحنا اللي عاملينها. إزاي؟ بالكلام أو يعني بالورقة والقلم، وأنا عندي اتعلمت دي من الجنرال العظيم محمود الجواري إن أي حاجة بأيدها. تمام. لو مسكت الراوند الأولاني السنة اللي فاتت واللي قبليها هلاقي السنة دي أحسن كتير. مستوى حراس المرمى أحسن كتير. أو مستوى العمالقة السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت واللي قبليها. بدليل هتلاقي منصف أنت شايف منظره إزاي؟ أه ما شاء الله عليه. هتلاقي جنش أنت شايف عامل إزاي؟ هتلاقي عامر شايفه إزاي؟ هتلاقي شريف إكرامي بعد الإصابة بتاعته، لأن اللي مر بيه شريف إكرامي ده يهد جبال. دي حقيقة. ولكن إنه يقف ويستعيد ويرجع، وأنا بحييه لأن أنا اتفرجت على مباراة الأهلي وأثيوبيا. لا طبعاً من ما شاء الله رغم حتى يعني. الحب والوفاء والإخلاص في كورة من يعني دخل في العارضة بالظبط كانت خطره. ما اي حارس مرمى يعني عايز اقول لك انا اموت في سبيل النادي الاهلي، انا اموت في سبيل الفانيلا، فدي لازم تتحسب له. عايز اقول المستوى اتغير لعده عوامل. ايه هي بقى؟ واحد اني في جهاز جديد في المنتخب. تمام. حتى وجود الكابتن القدير احمد ناجي اخويا وحبيبي، ولكن في مدير فني جديد. فبقى كل واحد من حراس المرمى عايز يقول انا عندي فرصه. اتنين، ان عصام الحضري اعلن اعتزاله. لان عصام الحضري موجود بخبراته دايما كان بتبقى عقبه قدام اي حد. طبعا. تلاته، بقى في حاجه اسمها علم تطوير حراس المرمى. انا عملت مثلا لغايه دلوقتي 8 ورش. الورش دي في اسوان وفي بورسعيد وفي مصر وحتى في اسكندريه من اسبوع. دي سمعت ان بقى في علم لازم يتطور لحراس المرمى. الاتحاد الدولي عامل الكورة بتتغير كل بطولة. سواء الكواليتي سواء الوزن بتاعها. بالزبط. لأنه ما يهموش حارس المرمى يصد، يهمه يجي جوان، متعة الجوان، متعة الكورة. فيبقى أنت لازم تغير من التكنيك بتاعك، تغير من التكتيك بتاعك، تغير من المفهوم. النهاردة حارس المرمى بقى لعيب كورة، ما كانش موجود زمان مطلوب منه. كان زمان حارس المرمى اللي هو يصد الكرة. فالعلم ده بقى حتى اللي ما حضرش الورشات، يعني أي ورشة بتبقى، أنا في ورشة منهم أو دبلومة كانت 196 مدرب، منهم 48 مدرب من أنحاء العالم العربي. ورشة اسكندرية 96 واحد، منهم من سوريا، منهم جاي واحد من إندونيسيا. فدي بقى في جروبات دلوقتي حراس مرمى، أنا عندي جروب 19 و 19800 اسمه جروب مدربين حراس المرمى. الجروب ده عباره عن علم كل يوم. فالعلم ده بقى نتيجته على الحراس اللي بتشتغل. فعايز اقول العوامل دي كلها هي اللي خلت ان السنه دي افضل في الراوند الاولاني، وانا منتظر ان الراوند الثاني هيبقى احسن. النهارده احمد الشناوي كان عنده اصابه بدا يرجع، هتبقى في منافسه للمنتخب قويه جدا. شريف اكرامي، شناوي، جنش، ابو جبل، يعني دي يبقى النهارده في جوان طالعه جديده. منتخب اولمبي جون زي الجونه. عمر رضوان النهارده، حسن شاهين شايفينه الاداء بتاعه عامل ايه في المقاولين. يعني اسماء، فما تقوليش بقى كل اللي انا بحكيه ده. البعض ربط حته انه ممكن يكون في ازمه في حراسة المرمى باعتزال نجم كبير جدا زي عصام الحضري كلاعب دولي كبير وعنده الخبرات العديده يعني في هذا المركز. هل الموضوع ده ليه صله بالنغمه اللي بتطلع ان قلقانين شويه حراسة المرمى في منتخب مصر؟ لا لا. مصر دايما ولاده كابتن امين. تمام اكيد. مصر ولاده بنجوم كبيره جدا. وحراسه المرمى طبعا عصام الحضري
عامل يعني ارقام اتكسرت ما حدش هيقدر يعملها. ولكن هو زي ما حكيت لك مجرد ما اعلن اعتزاله بقت فيه كل واحد بيشوف نفسه انا النهارده احق ان انا اكون في منتخب مصر. وجهه نظرك مين الاحق؟ لا في مجموعه كبيره. مين الحارس المرمى الاساسي لمنتخب مصر من وجهه نظر حضرتك؟ يعني هو النهارده في موجود الشناوي، موجود جنش، موجود الشناوي بيمر بظروف معينه. بتكلم على محمد الشناوي حارس مرمى. شريف ماشي راجع بقوه. خلي بالك ان شريف عنده ميزه مش موجوده مع اللي هي مع جني، عنده شنطه هاندباج ورا، خبرات خبرات كبيره طبعا. الخبرات دي بيبقى في وقت وقدرات من الوقت كبيره على فكره، لها مقياس الناس. بيبقى لها مقياس يعني. عندك جنش، عندك منصف، عندك عامر عندك من اللي طالعين ابو جبل. يعني لو في ماتش لمنتخب مصر بكره تختار مين يبقى حارس مرمى منتخب مصر؟ لا حاليا دلوقتي يبقى جنش يعني لو بالتوقيت وبالوقت يبقى جنش. بس ده قراري انا وانا قاعد قصادك. انما في واحد اخ عزيز غالي عنده خبرات كبيره جدا، ده بيقدر في المطبخ يبقى عارف مين. انما حضرتك سالتني فانا اقدر اقول لك في اللحظه دي بكره لا بلعب جنش. تمام. طيب ازاي يتم تكوين شخصيه حارس المرمى منذ قطاعة الناشئين بالتحديد او منذ الصغر بالنسبه لحارس يتمنى ان هو يكون حارس كبير في هذا المركز؟ ازاي بيتم تكوين الشخصيه وايه المقومات الخاصه بحارس المرمى بشكل عام؟ دي مهمه جدا يا كابتن امين، عشان كده انا بحمد الله ان انا بدات رساله جديده. رساله جديده عباره عن خبرات 45 سنه بنقلها لاخواتي وزمايلي. تمام. لان الخبرات دي لما رحت هولندا انا كنت في مؤتمر من اسبوعين في هولندا، 116 مدرب حراس مرمى على مستوى العالم. 16 منهم كانوا في كاس العالم. تمام. منهم دان كاسبر العظيم. ده مدرب 68 سنه بيسموه شيخ مدرب اوروبا. اما لقيت الناس دي انا عرضت شغلي عليهم، الراجل ده اتجنن ما بقاش سايبني ان الخبرات دي، لان هو قال لي حاجه بسيطه، قال لي انت يعني كلنا بنشتغل ولكن انت عندك طريقه اللي هي كيفيه الوصول بين نقطتين بسرعه جدا. فانا عايز الخبرات دي اديها لاخواتي واولادي. النقطه الثانيه الاكاديميات. ليه بقى؟ ما طلع بيقول لك العلم في الصغر كان نقش على الحجر. اما طلع حارس مرمى من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الفنيه فاهم يعني ايه تمركز صحيح، فاهم يعني ايه زاويه، خلاص يبقى اما يكبر بقت سهله جدا. خلي بالك ان انا كنت بعاني وانا في المنتخب وحتى وانا في وادي دجله بصلح لجوان كبيره اخطاء مش ذنبه، ذنب التدريب ذنب المدربين الصغير. ليه بقى؟ في العالم كله كابتن امير بيجيبوا الشيخ الكبير ويدوا له اعلى مرتب ويحطوه مع الناشئين مش العكس. تمام. لان ده يعني ده هيدي الخبرات اللي هيبني صح ده اللي هيبني صح. فانا الحمد لله عندي ما شاء الله انا عندي حتى منتخب 2009 ده في وادي دجله مثلا. اول ما بدانا الحب ما كانوش بيجيبوا نط لغايه ما سبتهم الاسبوع اللي فات واصلين 60 وفاهم يعني ايه ليبرو، فاهم يعني ايه يتكلم. لان انا عندي ابني محمود 9 سنين ما شاء الله في وادي دجله وفي منتخب 2009. اما تشوفه سبحان الله هو موهوب من عند الله ما شاء الله، بعيد عن فكره صار موهوب بالكاريزما بتاعت الشخصيه. تمام. اما تتفرج عليه ده عارف بعد ما بيلعب مباراه بيقولوا مزور وبييجوا يعترضوا عليه. اما يعرفوا انه ابن فكر صالح خلاص. انما بيعترضوا عليه ليه؟ لانه حاسين ان ده مش طفل. لان مش هو بس، مش عشان ابني ده، مع كل الاجوان، مع عمر اللي موجود، مع كل الاجوان الموجوده، مع احمد، كل الاجوان الصغيره دي. عشان كده انا بقول مهم جدا الاكاديميات ان يبقى فيها العلم الصح الحراس المرمى. لان احنا كلنا بنقول هو 50% من التيم و70. خلي بالك حارس المرمى النهارده بيغير جهاز. بالظبط، دي حقيقه. طيب نروح لفاصل سريع ونرجع نواصل هذا الحوار الشيق مع الكابتن الكبير كابتن فكري صالح بعد الفاصل.
لسه مستمرين معاك وهذا الحوار الشيق والممتع مع الكابتن الكبير وشيخ مدربي حراس المرمى في مصر كابتن فكري صالح. كنا بنتكلم على كيفية تطوير الحراس وكيفية اكتشاف الحراس منذ الصغر، وبالتالي اكيد شيء مهم جدا بالنسبه لحراسه المرمى. لكن عايز اسال حضرتك عن ورش العمل الخاصه بيك، وهل في ناس بتساعدك في ورش العمل دي ولا الامور بتبقى ماشيه ازاي؟ كابتن امير، طبعا انا بمجرد ما خدت المهمه دي من سنه انا بقالي في مهمه الاشراف على الاكاديميات وقطاع النشاط من سنه. اخترت 2 من وادي دجله، يعني كان اختيار موفق من الله، لان انت ممكن تختار حد يبقى اضافه ليك او يبقى العكس. بالظبط. اخترت الكابتن إيهاب زغلول القدير، واخترت الكابتن أسامة أبو هاشم، وأنا بشتغل في الورش اخترت 2 تانيين من اسكندرية، كابتن هشام زكريا وكابتن رجب الدولي. من اسكندرية. اشمعنى؟ عشان أنا عايز أعمل قيادات. عايز أعمل قيادات في كل حتة. تمام. يعني أنا اخترت 2 من وادي دجلة، يبقى دول قيادات في المستقبل إنها تكمل الرسالة للي بعديها، وبرضه توسمت في الاتنين دول في اسكندرية. اللي انا بحبه سواء من الامانه سواء من الشغل سواء من الدؤوب، فاخترتهم بقى ده جهازي. 2 من اسكندريه و2 من منظومه وادي دجله المحترمه. وممكن كان ممدوح عسل مثلا من الشرقيه واخده، بس هو جاله ما شاء الله بعد الورش بتاعتنا كله سافر، يعني راح السعوديه. لاني الحمد لله بتوفيق من الله ان الورش دي وشها حلو على المدربين، فما شاء الله اكتر من واحد من اللي كانوا موجودين، في وليد الشناوي، في وليد ابراهيم، برضو من الناس اللي هي مستقبلا هيبقى لها شأن. بس انا 4 عندي، سواء إيهاب زغلول، سواء اسامه ابو هاشم، سواء رجب الدولي، سواء هشام زكريا، انا بديهم التحيه العسكريه من هنا، لانهم مش عايز اقول لك اي ورشه ما بينا موش. تمام. ينوي 3:30 صحيهم 4 يقولوا طب يا كابتن نص ساعه، اقول لهم انا في الجيش كنت ممكن انام في مهمه 5 دقائق. طيب مين الافضل كحارس مرمى، الحارس اللي عنده موهبه الحراسه ولا الحارس اللي بيتالق نتيجه التدريبات؟ انهي اللي بيبقى افضل؟ والله الاثنين. ازاي؟ يعني انا في حياتي، لان حياتي مليئه بالعمالقه، بيبقى عندك عملاق درجه الموهبه بتاعته 100%. تمام. زي الله يرحمه احمد اكرام. الله يرحمه. احمد ده كان موهوب كبير، موهوب درجه كبيره جدا. وبيجي لك واحد الموهبه بتاعته اقل درجه، بس مع الاراده والتحدي بيشتغل، بيوصل، بيعدي الموهوب. انت فهمت قصدي؟ تمام. وفي يعني بيكملوا بعض، هما الاثنين بيكملوا بعض. بس هي الموهبه اما بتدي حد بسرعه الشغل، يعني ممكن مع الموهوب اشتغل 3 أسابيع تديني على طول، تديني فرق جامد، لانه يعني موهوب. للموهوب ممكن بقى اللي مش موهوب تاخد اكتر، تاخد شهر، تاخد. ومر عليا حاجات كتير، يعني في حراس مرمى موهوبين قدامنا كتير قوي، بس بحته عدم الالتزام مضيعه مستواه. زي مين؟ زي احمد الشناوي. احمد الشناوي عنده الدرجه كامله. وخلي بالك لما توقف كده احمد الشناوي وتوقف احمد اكرامي الله يرحمه، الاثنين في المواصفات واحده، في الجسم، في الطول، ولكن الالتزام بعد عن الشناوي، فتلاقي احمد اصابات، تلاقي مفيش الانجازات الكبيره. تمام. فهمني؟ فهي دي، فالاثنين انا لازم اشتغل معهم. واي مدرب، لان اللي بيسمعني دلوقتي ولادي المدربين واخواتي، لازم يبقى عندك الموهوب والغير موهوب. بس شوف يا كابتن امير، اقول لك قاعده، لو لقيت مدرب بيشتغل مع الثلاث اجوان او الاربعه زي بعض، اعرف ان في حاجه ناقصه، لان استحاله الاربعه يبقوا مستوى واحد. لازم ده هتتعامل معاه في فروقات اكيد. انا كنت بشتغل مع عصام 46 سنه، معايا وليد 21 سنه مثلا، محمود رضا 24 سنة، كان عصام الحضري مثلا، وليد كان والده أصغر من عصام الحضري. لا والله. أنت فاهم قصدي؟ ولكن بتشتغل إزاي؟ السيستم ده إيه والسيستم ده إيه؟ لأن أنا مش ممكن هعمل شغل معايا. صح. فهي دي الطريقة.
ازاي تقدر ده عايز ايه ومن غير ما يحس وده عايز ايه وده عايز. دي مفاتيح، وده اللي انا بحاول ادي لي ولادي دلوقتي مفاتيح الخبره دي، لان انا ما لقيتهاش في كتاب بالظبط، فعايز اوفر عليه سنين يبقى فيها انكسارات واقول له اتفضل. بس هي دي. طيب طبعا حضرتك توليت تدريب حراسه المرمى في منتخبات مصر المختلفه فترات طويله وبعض الانديه، مين اكتر حارس ريحك في التدريب او حسيت ان درجه استيعابه سريعه، تالقه في التدريبات بشكل كويس، بيأدي التدريبات بشكل كويس فبالتالي بيأثر عليه بالايجاب في المباريات، مين اكتر حارس وحش افريقيا؟ حضري لا مين؟ كرامي كبير. كرامي كبير الناس ما تعرفوش. اسم فكر صالح. عمل الله للأمانة يعني، عمل الله ثم وحش أفريقيا إكرام الكبير. الكبير طبعا نجم كبير أكيد. أنا لما جيت مسكت المنتخب كان عندي 23 سنة 23 سنة 24 سنة يعني ما كملتش 24 سنة. ده قدر من الله، ولو قصة لو حكيناها أنت عايز حلقتين فخليها في وقت تاني، عايز حلقتين. كانت عن طريق كابتن فؤاد صدقي، شاف رؤية ثلاث ايام فجاه قال لي يعني، فمش عايزين نخش فيها لانها تاخد وقت. فانا لما خدت الاجوان اول مره كان علي النجار كان اكبر مني ب 10 سنين. ده بتاع الاولمبي، وكان الله يرحمه ثابت البطل، الكلام ده سنه 79 80 وكان ثابت البطل الله يرحمه اكبر مني بسنتين. ما كانش لسه، وكان ما خدتش اكرامي، وخدت السطوحي كان اكبر مني باربع سنين او بخمس سنين. يعني بتدرب ناس اكبر منه. تمام. اما ما خدتش اكرامي كلمني في التليفون، كان اكرامي عامل كاردليج، اكرامي الكبير بتكلم على وحش افريقيا. على وحش كبير. طبعا. فقال لي يا كابتن انا ما انا بقيت سليم وبلعب وبتاع. فقلت له عموما اكرامي انا كنت طبعا بلعب في الزمالك يعني مثلا قصاده لعبنا مثلا مباراه كان هو بيلعب فريق اول 21 سنه ولعبنا مثلا قصاد بعض 21 سنه ففي علاقه معايا مع اكرامي يعني وقريبين من السن يعني يعني متساويين في السن. فقلت له يا كابتن، كلمت الكابتن فؤاد صدقي الله يرحمه، قلت له يا كابتن انا اكرامي كلمني قال لي وانت عايز تعمل ايه؟ قلت له انا عايز اخده لمده 15 يوم من غير حد يعني وعايز اكرامي يبقى معايا في المنتخب. كان عندنا بطوله نيجيريا سنه 81 تمام. فقال لي اعمل اللي انت عايزه. فبقيت اخد الوحش افريقيا ده اكرامي، كابتن اكرامي العظيم، ادربه في نادي المقاولين العرب، كنت اياميها في المقاولين ب 50 كوره. 50 كوره؟ 50 كوره، هو سامعني دلوقتي، 50 كوره، واقول للولا حضر ميه بعسل بسكر، لان كان يخلص ال 50 كوره، لان كان لازم انزل وزنه 9 كيلو او 10 كيلو. فانت قلت لي مين اكتر واحد؟ هو كابتن اكرامي العظيم. لانه في خلال اسبوعين نزل حوالي 11 كيلو، دي استحاله. لو تفتكر عمل في افريقيا كان صعب جدا اي حد انفرادي يجيب جون في اكرام، في كابتن اكرام. فانا تحيه لان هذا الوحش اسطوره في حراسه المرمى طبعا كابتن اكرام، هو سبب للامانه من فضل من على الله وفضل من وجود اكرامي معايا. خلي بالك قدر من الله، انا دربت عائله اكرامي كلها كلهم. ازاي بقى؟ اكرامي كبير واحمد اكرامي الله يرحمه وشريف اكرامي واحسان الشحات اخو اكرامي تمام، واكرامي احسان الشحات. هي المدام قالت لي مره، قالت ناقص تدرب البنت يبقى انت دربت العيله كلها، فطبعا ده شرف عظيم ليه. طيب معانا حد عزيز جدا عليك على التليفون، وهو الكابتن محمد السيفي مدرب منتخب الشباب السابق. طبعا ده من الناس الحلوه جدا. كابتن محمد مساء الخير عليك. أهلا وسهلا وسعيد طبعا بالمداخلة الجميلة دي في قناة الأهلي العظيمة، وسعيد بوجود حضرتك، وطبعا جنرال حبيبي طبعا، وسعيد جدا جدا وقاعد بتفرج على الحلقة المستمتع طبعا بجد طبعا. يمكن كابتن فكري شهادتي فيها هتبقى مجروحة لأن هو أخويا الكبير، وطبعا يعني من العظماء مع الكابتن الراحل الكابتن محمود الجوهري الجنرال طبعا الكبير، وأنا بعتبر كابتن فكري صالح هو الجنرال في حراسة التدريب بأمانة على مستوى أفريقيا والعرب، ودايما يعني الحمد لله تاريخ كبير جدا جدا جدا، ويمكن الفترة يمكن أنا دلوقتي لما بشتغل في أي شغل
فبيبقى دايما بالنسبه لي مدربين حراس المرمى قلت لهم انا بفضل ربنا عليا ان انا اشتغلت مع اعظم مدرب حراس مرمى فعلا فعلا، فدايما بيبقى قياساتي دايما لمدربين حراس المرمى من شغل كبير جدا جدا لكابتن فكري، الشخصيه كبيره جدا طبعا، احنا مش هنقول يمكن حضر للناس كتير قوي اكيد طبعا يعرفوه، في فتره شرف ليا ان انا زميلته في الجهاز الفني في سواء في الشباب او الناشئين كان الشناوي، اثنين شناوي كانوا اتمرنوا معايا كانوا لسه في 17 او 16 سنه، علي لطفي، وكل دول شفناهم في الاهلي وفي الزمالك ليه رؤيه قويه جدا جدا، ويمكن اخر حاجه يعني والحاجه الكبيره جدا طبعا اكيد الناس كلها عارفاها ان عصام الحضري والكامباج الكبير اللي عمله ده كان في وقت كبير او كان في عمل مهم جدا جدا، ان في الوقت ده كان دايما السبورت معاه كابتن فكري، وكان الفتره دي بالاخص تقريبا في وادي دجله، وكان كابتن فكري عامل معاه شغل عالي جدا جدا. فطبعا يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله، وانا سعيد جدا جدا لان دايما بتابع ودايما هو مشرفنا في كل المحافل بجد، دايما بتابعه من خلال الدورات والورش اللي بيعملها على مستوى مصر كلها، ويمكن شفت له حاجه كانت في دبي برضه، ده يعني مش هقعد بعيد عن الجنرال اللي زي اللي الكابتن محمود الجوهري، ان دايما يمكن كابتن فكري من الحاجات الجميله جدا جدا برضه في معاشرتي معاه، انه دايما الجديد دايما يحب يتكلم مع الناس كلها، ودايما يساعد مدربين حراس المرمى اللي هم لسه صاعدين وبيديهم العلم بتاعه. فانا سعيد جدا جدا بصراحه ان انا شفته ومبسوط بيه جدا، واتمنى اهم السمات الشخصيه اللي بتميز كابتن فكري صالح ايه من خلال تعاملك معاه؟ من خلال تحملي معاه نمره واحد، هو فعلا يمكن انا لقب جنرال، وطبعا اللي دايما كنا بنلقبه للكابتن جوهري الله يرحمه هو كابتن فكري صالح في شغله يعني اوروبي، يعني الالتزام جدا جدا بالمواعيد عنده، دايما في اي تدريبات سواء الصبح او اي ميتنج دايما هو اول واحد، دايما من السمات الشخصيه الجميله ان انت حتى تلاقيه وهو نازل التمرين مستعد شكلا ومضمونا، ودايما تلاقيه الشياكه، وطبعا كابتن فكري دايما هو اللي معلمنا الشياكه في كل حاجه ينزل كنت بتلقبه بايه طيب؟ يا فندم؟ كنت بتلقب كابتن فكري بايه؟ الجميل، فكري الجميل دايما. كان انسان ملتزم جدا جدا في التدريب، بتحس ان هو فعلا يعني انا دايما كنت دايما اقول لهم لكل بعد ما اشتغلت مع كابتن فكري دايما اقول للمدربين الحراس، انا كنت اقعد الفرقه كلها تتمرن على مدار ساعتين 25 لعيب، واربع حراس معاه الساعتين دول بيتحملوهم كان بجد في معسكر حاجه عسكريه التزام، دي خلي بالك مهمه جدا جدا. المدرسه دي هي مدرسه الكابتن الجوهري، النهارده هنبص هنقول كابتن حسام حسن ونجاحه في الفترات اللي فاتت دي، كابتن حسام البدري في الاخر، هتلاقي معظم دول هم دول اللي هي المدرسه بتاع الكابتن جوهري اللي فيها الالتزام اللي احنا بصراحه افتقدناها. يعني يمكن كابتن فكري كمان من الحاجات الجميله اللي كنت بحبها قوي ان هو كان خلال مستوى الناشئين والشباب، الولاد دول كان كابتن جوهري بيعتبره ان هو والد ليهم، وكان بيوجههم في حياتهم الشخصيه كمان، لان انت حضرتك عارف طبعا ان ممكن في لعيبه بتبقى كويسه جدا بس الثقافه عندها شويه ما بتبقاش قادره ان هي تستوعب النجوميه اللي فيها، الحاجات دي كابتن فكري بصراحه كان من الحاجات اللي انا كنت ببقى سعيد جدا 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 في التعامل معاه. روحه في التمرين بتحس ان هو فعلا بيشتغل في التمرين بقلبه، تحس ان الانسان مركز جدا جدا، خبراته الكبيره طبعا وشغله مع مدربين عظماء جدا اكثرهم طبعا الجنرال كابتن محمود الجوهري اللي كان يمكن من الناس اللي كان بيثق فيها جدا جدا كابتن فكري صالح، فكنت بشوف خدت خبرات منه، مش بس كون ان هو مدرب حراس مرمى ومش مدرب حراس مرمى بلغه، لا يعني يمكن لسه انا داخل في المداخله وهو كان بيتكلم انا كنت فعلا زمان بشوف الصور وهو بيمرن كابتن اكرامي وكابتن ثابت وكابتن عادل مأمون في التاريخ لحد النهارده ما بنتكلم عن علي لطفي والشناوي. تمام. يعني بجد انا سعيد جدا جدا بوجود احنا اسعد طبعا بالمداخله دي يا كابتن محمد سيفي مدرب منتخب الشباب السابق، بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا اقول له كلمه طبعا اتفضل لو عايز تسجلها. كابتن سيفي انا يوم تاريخي ليا النهارده ده حقيقي من قلبي امام الله ان انا اكون في قناه الاهلي
النادي الاهلي العظيم اللي انا بكن له كل احترام، وان الناس مع المداخله بتاعتك يا كابتن صيفي، لان انا اعرفك انسان صادق ولا تجامل اي احد، ويكفي ان انت رمز الوفاء، ابن من ابناء الكابتن محمود الجاري. جزاك الله كل خير، وانا سعيد جدا النهارده ان انا سمعت هذه المداخله من حضرتك كابتن صيفي. نشكر طبعا، نشكرك يا كابتن محمد، اكيد مداخله رائعه وكلام اكثر من رائع للكابتن فكري صالح. لكن قبل ما نختم عايز اتكلم على جزئيه معينه جدا وهي مهمه للغايه، وخاصه باساليب تدريب حراسه المرمى. الفتره اللي فاتت ممكن الناس بتشوف على الانترنت كده بعض الفيديوهات الخاصه ببعض الاجهزه اللي ممكن من خلالها بيتمرن حراس المرمى، سواء الاجهزه اللي بتعمل بوشنج للكوره، كل الاجهزه الغريبه نوعا ما على الجمهور المصري. هل الاجهزه دي مفيده لتطوير مستوى حراس المرمى، ولا في اساليب معينه وتدريبات معينه اللي هي تعتبر قديمه شويه دي افيد بالنسبه للحراس؟ كابتن امير، انا عرفت قيمه العلم اللي ربنا اداهولي او الخبرات، لانك ما بتعرفش قيمه الحاجه الا لما حد تاني يقول لك عليها طبعا، او تفقدها. فانا زي ما قلت لك في مؤتمر هولندا، انا يوم الحد كنت قاعد بقول ايه اللي جابني، لاني الون والوحدي والمحاضرين معروفين وكل واحد له المحاضرات بتاعته. ربنا اراد ان انا بتوفيق من عنده، لان المحاضرين كانوا اربعه انا الرابع، وكانت القصه عشان عصام الحضري، عشان عصام الحضري التجربه دي اللي هو 46 سنه وي 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 وي, وي. اما عرضت الشغل بتاعي سواء النظري او العملي، وربنا قدر من عنده ان كل محاضر كان بيدي محاضره بالليل، يعني يوم وتاني يوم 4:30 العمل. لا، انا بدي محاضرتي العملي 4:30 يوم ثلاث، وبالليل 7:30 النظري. لقيت الدنيا اتغيرت خالص، الناس كلها بتلتف حواليا وعايزه تاخد، قالت لا العلم ده، لا انت جايبه منين؟ قلت لهم، رغم ان انا ما وقفت قصادهم واعلنت الكلام ده، الناس شافوه على الميديا، انا قلت لهم انا لست محاضر، انا راجل ضابط جيش قوات خاصه، ولكن قدر لي من عند الله ان اكون مدرب منتخب مصر 24 سنه بدون ولا شهاده، وان اكون بحاضر قدامكم قدام اعظم مدربين من العالم بدون رخصه، لاني مش واخد رخصه محاضر. فانا هقول حاجات دي خبرات 45 سنه، منكم اللي هيقبلها ومنكم اللي مش هيقبلها، فانا تحت امركم. تمام، ثانك يو، ورحت بدات الشغل. مش عايز اقول لك لغايه دلوقتي 9 منهم على علاقه معايا، لدرجه الورشه الاخيره دان كاسبر العظيم ده اللي هو شيخ مدربي طلب انها اونلاين، يعني اي حاجه تحصل ابعتها له. يبقى في تواصل. فعرفت ان العلم اللي ربنا اداهولي او الخبرات دي لازم اديها لولادي الصغيرين في الاكاديميات، لمدربين الاكاديميات. ليه؟ لان هوفر على مصر زمن طويل جدا. تمام، وعرفت ان ده من عند الله. ف بعيد بقى عن الجيم، يعني انا مثلا اختلفت قلت لهم انا ممكن الحبل ده اعمل بيه جيم كام، البرميل بتاع التلج يعني قعدوا يسقفوا، هم عندهم احدث الاجهزه في عمليه الاستشفاء، انا وريتهم برميل التلج اللي قاعد فيه عصام الحضري، قعدوا يسقفوا. انت فهمت قصدي؟ عايز اقول هي مش معدات، هو فكر، هي مفاتيح. البعض بينادي ان لازم الانديه تكون عندها المعدات دي، لان خلاص ده لازم تواكب التطور الموجود في العالم. لا، ما هو ده لازم. انا دايما احدث اي يعني احدث شيء. طب انا هقول لك حاجه، كل اللي اشتغلت بيه من عند الله سنة 80 حاليا بيعملوه. أنا مثلا الجواكت اللي هي الأتقال دي، كنت بجيب جاكت الصاعقة بتاعي سنة 81 وأحط فيه رم وعدوي. كور التنس، ويمكن كابتن شوبير قالها، قال أول من دربنا بكور التنس سنة 81 كابتن فكري صالح. أنا في أحد المذيعين كان كابتن سيف زاهر بيتفرج على تمرين من سنة واحد بيشوط بكور التنس، قال يا سلام إيه ده؟ فاهم ازاي؟ فواحد رد قال ده الكابتن فكري صالح بيعملها من سنة 81. فعايز أقول هو وفوق كل ذي علم عليم طبعا. فلازم أنا دايما أطور، يعني أشتغل بالتطور الموجود، ولكن دايما الخبرات مهمة جدا. أخيرا، تتوقع مين يكون حارس مرمى منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية؟ لا دي صعبة، لأني وما تدري نفس ماذا تكسب. في تمام، بس في معطيات، في دلوقتي
منافسة قوية جدا. ودي حاجة كويسة. خلي بالك احنا في شغل ايام المنتخبات مفيش حاجة اسمها واحد اتنين تلاتة. تمام. لغاية اخر لحظة واخر يوم في بس كان بيبقى باين. تمام. فانا اتمنى من الله ان هذه المنافسة القوية تبقى موجودة. وتبقى في صالح المنتخب. وصالح المنتخب والاصلح هو اللي يكون موجود ان شاء الله. انما انا لازم ارفع التحية لشريف اكرامي لسببين. تمام. اللي مر بيه ما مرش بيه حد انه بدا انا فرجت على المباراه الاخيره ما شاء الله بدا يرجع بقوه مع طارق عبد العلي طارق سليمان ابني طبعا. وحبيبي ربنا يوفقه ان انا اشوف اجوان النادي الاهلي كلها النهارده ترجع تبقى عمالقه مصر زي ما هي دايما عمالقه مصر. كابتن فكري نورتنا وشرفتنا وانا عن نفسي استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك النهارده. انا شرف عظيم ليا ان اول مره اكون في النادي داخل قلبي بحبه لانه الشعار بتاعه الحب الوفاء الاخلاص اللي هي اسمها روح الفانيلا. تمام. وانا في كل شعاراتي اللي بنادي بيها كل المدربين سامعيني دلوقتي هي الحب الوفاء والاخلاص. شكرا ليك كابتن. شكرا كابتن. شكرا لقناه النادي الاهلي. شكرا للنادي الاهلي العظيم على هذه الدعوه. شكرا ربنا يخليك. طبعا ده كان لقاء اكثر من رائع للكابتن فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر. وكلمنا في العديد من الامور اللي بتخص حراس المرمى في الدوري المصري بشكل عام او الحراس المصريين بشكل عام. اكيد كانت فقره مميزه وهامه جدا. ودي كانت الفقره الثانيه من حلقه الاهلي ليله النهارده. لسه الحلقه ما خلصتش. في فقره ثالثه اخرى لا تقل اهميه عن الفقرات الاولى خاصه بالالعاب الاخرى مع زميلي العزيز كابتن خالد العوضي بعد الفاصل.